هاد المبادرة ديال الإغلاق ديال الحمامات ولي لافاج هي مبادرة وجهة بالنسبة لنا حنا، ما خصش يكون الاستثناء، يعني خص القرار يكون شامل جميع الناس اللي كيبدروا المياه، خاصة بعض النافذين اللي عندهم فيلات عندهم لابيسينات. وبالنسبة للإشكالية ديال الحمامات، خصنا نراعيو الظرفية لواحد المجموعة ديال الناس اللي كتشتغل داخل هاد الحمامات هادو. يعني إلا كنا غادي ننزلو بقرار بهذا الشكل، خصنا نشوفو الوضع الاجتماعي ديال الناس اللي عندهم ارتباط بهاد المهن، بحال مثلا الكسالة، بحال هادوك اللي تيكونوا خدامين في لافاجات، راه الظروف ديالهم الاجتماعية والدولة خص يكون عندها تدخل في هذا الإطار هذا. لا هو ما كافيش، لأن الإشكالية إشكالية بنيوية، والمشكل كبار من الحمامات وكبار من لافاجات وكبار من الجرادي وكبر من لابيسينات. يعني قرار خاص الدولة، خاص الدولة يكون عندها تدخل حاسم. والترشيد ديال المياه يعني خصنا نستغلوا الماء في الإطار اللي يجب استغلاله بشكل منطقي، واللي يعود على الاقتصاد وعلى الساكن المغربي بالنفع. هذا هو اللي خص يكون. انا مع هذا الإغلاق، ولكن هذا الإغلاق ماشي بوحدو ديال الحمامات و لافاجات باش نقولوا ترشيد النفقات. ترشيد النفقات هما دوك الفيلات ديال الناس النافدين، ودوك لابيسينات المسابح اللي تيديروا في الديور وتيبدلوا الماء شاك جور، وديال الصونا وديال دوك صحاب رؤوس الاموال الضخمه. هذا هو ترشيد النفقات. رانا مشينا الا بغينا نركزوا على ترشيد النفقات بالمعنى الحقيقي ديال ترشيد النفقات، راه هاد النقاط هما المهمه والاساسيه في الترشيد. ما الحمام راه كاين اللي تيعوم مع بسطل، كاين اللي تيعوم مع بسطل، يعني هادشي ما يحدش من الجفاف ولا لا هادشي ماشي بني واحد النسبه كبيره، كاينه امور اخرى اللي خصها تعالج. بالنسبه للاغلاق ديال هذا القرار الاخير اللي تقاد في حق الحمامات ولافاج، خصنا نعرفوا بان الحمامات ولافاج الناس اللي تيشتغلوا فيهم فقراء اصلا، الناس ما عندهمش، خص يشوفوا من الحال ديالهم. وهو هذا القرار غير كافي، لان القرار صحيح وصائب في يد القياد والشيوخ والمقدمين، هذا الشيء اللي كنشوفوا. هذا القرار صائب. اما بالنسبه للحوض ام الربيع، بالنسبه للسيد المدير، كنا درنا واحد اللقاء معه وفهمنا شي حوايج وشي كراهات. هو ماشي سلطه، يقدر ما يعطيكش باش يمنعك من البير، ما غاديش يرخص ليك. ولكن الخطير في الامر وهو انك يمشيو لواحد الدوار صغير تلقاو فيه 16 البير محفوره في واحد المربع صغير باذن من القياد والشيوخ وساكتين على هذا الشيء. هذا هو الخطير في الامر. خص الدوله تراجع شويه نفسها بالنسبه للاشجار القديمه اللي كتسقى بالبلدي الساقيه، خصهم يديروا ديال التنقيط. هذا الشجر هذا يحيدوه ويديروا ديال التنقيط، الا بغاو يكسبوا شويه ديال الماء ويزيدوا القدام، وتبقى لنا الدار بيدا مزيانه، تبقى لنا فاس مزيانه، تبقى لنا مراكش مزيانه، الناس ما غاديش تعطش.